السلام على من شيبه قطن، السلام على من التراب كافور، والقنا الخطية نعش وفي قلب من والاه قبره. يعني اسم الحسين بقلبك يا مؤمن، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت، منها خذوا تربها كحلا إلى البصر. وله فتى لبنات الطهر حين رنت اليوم إلى مصارع قتلاهن والحفر. شلون حاله يا سيد؟ شلون حاله؟ وصف إلينا. كان روح السيد حاضرة معنا في المجلس، كان روح السيد حاضرة. يقول رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل، ذعري فتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر، وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة. الله يساعد قلوبهم. الحبيب اللي يفقد حبيبه مدة من الزمن يترقب يرجع يشوف الحبيب أحواله طيبة، لكن اليوم يوم زينب رجعت إلى كربلاء، شلون أحوال الأحبة؟ شلون أحوال الأهل؟ وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. يلا وصلنا إلى الأبيات اللي تحرق وجدانك. يا دافن الرأس عند الجثة تحتفظ، بالله لا تنثر تربا على قمري رش على قبره ما انفصاحبه، لأن ما تبللت حشاشته بشوية ماي، ما بللوا قلبه. رشوا على قبره ما أنفى صاحبه، معطش
بللوا أحشاء بالقطر لا تغسلوا الدم عن أطراف لحيتي. الدم اللي انبعث من قلب الحسين حينما صبغ شيبته لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشيب والكبر، لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبا، لا تشيلون الأسهام حتى السهم المثلث لا تشيلونه، لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبا خوفا يفور دم يطمو على بشري. لا تدفن الطفل إلا عند والده، لا تيتمون الطفل خلوه يا أبوه، لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري. لا تحسبوا كربلاء قفراء موحشة أضحت تفوق رياض الخلد بالزهور. شلون حال زينب؟ أسائلك اليوم يوم وصلت زينب، طلعت يوم 11 واليوم وصلت، لكن شلون شافت كربلاء بعد غياب 40 يوم؟ طلعت جنايز مطرحة يمين شمال، هذا على وجهه ذاك على صدره ذاك على ظهره، لكن اليوم يوم وصلت شافت قبور قبور قبور، اليوم شافت من بينت ليها فيا في الغاضرية لطمت صدرها واصبحت زينب شجية. من بينت لها فيا في اللي جفوها صاحت حرمكم يا أخواني نزلوه، وبالعجل عن حالها قوموا سألوها ومسحوا من الخدين دمعات الجرية. صيح وحسين يا حسين يا عباس يا أهل المفاخر قوموا إلينا واتركونا نوم الحفايا. ليش زينب؟ قالت الونة ترى ما بطلت من يوم عاشور، كيف تبطل وانتو بحر الوطية؟
كيف تبطل ونتي والعين تهجع وحسين جسمه بلاهب الغبرة موزع وعباس شفه بجانب الشاطي مقطع ومن السهم عينه الشريفة من عمية وقامت تهرول بالبكاء ما بين الاثنين ما بين عباس الإباء أو ما بين الحسين وتصيح ليتا يا أخوتي ياخذني البيت ولا عود وحدي ما إلي منكم بقية ساعد قلبها صح ونادي وأحسن ناعية قتل الطف لا زلت ناعية تهيج على طول الليالي البواكية مجموعة من السبل تحرك من خلالها الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم على ربط الناس بعقيدتهم وذلك لما تمثله العقيدة من دور محوري في صياغة الشخصية المسلمة اللي يجعل المسلم مسلم ما هو أليس العقائد أنت تقول هذا الإنسان مسلم من خلال عقيدته يؤمن بالله يؤمن بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله بالقرآن بالمعاد باقي منظومة العقائد فإذا اعتقد بمجموعة العقائد الإسلامية يقال هذا فرد مسلم فالعقيدة هي التي تصنع هوية الإنسان لهذا السبب تحرك المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم عبر أكثر من سبيل على ربط الناس بعقيدتهم عقيدة هامة ولهذا من نافلة القول كما ركز الدين الإسلامي الحنيف على أهمية أن ينتظم الإنسان وينظم حياته عبر الأحكام الشرعية كذلك أمر المشرع الفرد المسلم بأن يعتقد بمنظومة العقائد الإسلامية خطان متوازيان الجانب الفقهي والجانب العقائدي تصاغ من خلالهما شخصية الإنسان ومن أبرز السبل التي عمل المعصومون من خلالها على ربط الناس بعقيدتهم تأكيدهم على زيارة الحسين أولا لما تحمله قضية الحسين من زخم جماهيري واسع هذا أولا وثانيا لأن جملة من خطابات الحسين هي نفسها تتضمن تأصيلات عقائدية فربط الأئمة الأمة بالحسين حتى تنساق الأمة ناحية العقيدة هذا يظهر من خلال عموم الروايات التي تناولت زيارة الحسين وعلى وجه الخصوص نوعين من الروايات النوع الأول هو النوع الذي بين بأنهم كلهم سفن نجاة ولكن سفينة الحسين أوسع وأسرع في اختراق لجج البحار هذا نوع
يظهر من خلاله كيف ربط المعصومون الشيعة بعقيدتهم عن طريق رابط الزيارة المشرفة. هذا نوع. النوع الثاني هو الروايات التي تحدثت صراحة عن أن من علامات المؤمن زيارة من؟ زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن أبرز الزيارة ومن أبرز الروايات التي أشارت صراحة إلى هذا المعنى رواية الثقة الجليل أبي هاشم الجعفري عن إمامنا الحادي عشر الإمام الحسن بن علي الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. رواية علامات المؤمن الخمس اللي واحدة منها زيارة الأربعين. الشوف منذ القدم علمائنا في نهاية الغيبة الصغرى بداية الغيبة الكبرى الشيخ الصدوق شيخ الطائفة الطوسي الشيخ المفيد وغيرهم لمن يتكلمون عن زيارة الحسين في يوم العشرين من شهر صفر واحد من الأدلة اللي يستندون إليها هذه الرواية رواية علامات المؤمن من القدم وإلى يومك هذا ومو فقط على صعيد طبقة المراجع حتى على صعيد أساتذة الحوزة العلمية. قبل أيام فقط استفتاء يوجه إلى العلامة الكبير الشيخ محمد صنقور حفظه الله فيضع في ضمن فيسوق في ضمن ما يسوقه من أدلة على رجحان واستحباب زيارة الحسين في اليوم العشرين من شهر صفر رواية علامات المؤمن عن الإمام العسكري عليه السلام. كذلك أيضا في الأيام الماضية استفتاء ورد إلى أستاذ الحوزة العلمية آية الله السيد منير الخباز القطيفي دام ظله عالم جليل كبير محقق لديه تضلع في جملة من العلوم الدينية والإنسانية يسوق في ضمن ما يسوقه من أدلة على استحباب زيارة الأربعين رواية علامات المؤمن. ففهم عموم علمائنا منذ القدم وحتى يومنا هذا فهمهم لهذا التعبير الوارد في رواية الإمام الحسن العسكري وزيارة الأربعين فهموا منه ماذا؟ فهموا منه أن المقصود زيارة الحسين في اليوم العشرين من شهر صفر هذا اليوم. هذا فهم عموم علماء ومحققي الطائفة. في قبال هذا الفهم في قبال هذا التفسير للرواية الشريفة هناك تفسير لا يلتقي مع المشهور في تفسيرهم فسر قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وزيارة الأربعين فسرها بأن المقصود زيارة أربعين مؤمن. شوف إلك فد أربعين من المؤمنين تطرق أبوابهم وتزورهم. هذا تفسير للرواية لا يلتقي مع تفسير المشهور للرواية. فهذا التفسير فسر مصطلح زيارة الأربعين بزيارة أربعين مؤمن. علماء الطائفة في تفسيرهم قديما وحديثا قالوا بأن المقصود من قول الإمام وزيارة الأربعين زيارة الحسين في هذا اليوم. هذا التفسير للرواية الذي ذكرنا بأنه لا يلتقي مع تفسير المشهور للرواية هذا التفسير يمكن أن يورد عليه بعدة إيرادات. الإيراد الأول على هذا التفسير للرواية هو فهم علمائنا المتقدمين اللي كان زمنهم متصل بزمان الأئمة الأطهار كالشيخ الصدوق اللي عاش في أيام السفراء في شطر من حياته عاش في أيام السفراء الأربعة غير الشيخ الصدوق الذين جاءوا في بدايات الغيبة الكبرى كشيخ الطائفة كالشيخ المفيد وغيرهم.
فهم هؤلاء المتقدمين للرواية بأنها تشير إلى زيارة الحسين لا إلى زيارة 40 مؤمن، تفسيرهم للرواية بهذا التفسير كاشف عن أن هذا الفهم كان موجودا عند أصحاب الإمام أبي محمد العسكري، لأن زمنهم متصل وهؤلاء متشرعة، فلا يرون رأيا خلاف ما يراه الأئمة وأصحابهم، هذول متشرعة. فتفسيرهم للرواية بهذا التفسير كاشف عن أن هذا التفسير موجود عند من؟ موجود عند مثل أبي الأديان، صاحب أي إمام؟ صاحب الإمام أبي محمد العسكري، موجود عند سائر أصحاب الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. وأصحاب الإمام أبي محمد العسكري لا يرون في الرواية مضمونا مخالف لما يقصده الإمام، يعني إذا رأوا في الرواية رأيا هذا كاشف عن أن هذا الرأي هو مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا إيراد أول على تفسير الرواية بهذا التفسير. إيراد ثاني هو أن هذا التفسير لا يدعمه نص قرآني أو روائي، مثل الآية القرآنية. الآية القرآنية إذا تريد تفسرها تحتاج إما إلى ظهور لغوي، ظهور اللغة العربية بحسب تراكيبها، أو تحتاج إلى آية تفسر هذه الآية، أو تحتاج إلى رواية تفسر هذه الآية، أو تحتاج إلى سيرة متصلة عند العلماء بزمان المعصومين تكشف ما هو مضمون الرواية. هذه الأمور لا تدعم التفسير الثاني لعبارة وزيارة 40، ما تدعم. هذا إيراد. إيراد ثالث على تفسير الرواية بهذا التفسير هو أن الرواية لم تقل وزيارة 40، وإنما قالت وزيارة أحسنت. أكو فارق لغوي بين تعبير وزيارة 40 أو وزيارة 40، فارق لغوي. هذه الألف واللام يعبر عنها بأل التعريف، يعبر عنها بأل التعريف، يعني إذا أردت أن تتحدث عن نكرة شوف إلك فد 40 مؤمن تطرق أبوابهم تزورهم. إذا أردت أن تتحدث عن نكرة مثل هذا التفسير فالواجب أن الألف واللام لا تكون موجودة. متوجه ولا؟ هذا إيراد ثالث. إيراد الرابع على هذا التفسير للرواية هو أن الرواية تتحدث عن علامات المؤمنين، تتحدث عن أمور هي علامات. ما المقصود من العلامة؟ العلامة هي الشيء الذي يميز. أنت إذا سافرت أمتعتك حقيبة السفر شنو تخلي عليها؟ تخلي عليها علامة. اسمك علامة معينة ما موجودة عند غيرك، بحيث تتميز أمتعتك عن أمتعة من؟ عن أمتعة الآخرين. فالعلامة هي الشيء الذي يميز. والإمام الحسن العسكري يتكلم عن علامات للمؤمنين، يعني أمور موجودة عند غيرهم وليست موجودة عند من؟ موجودة عندهم عفوا وليست موجودة عند من؟ عند غيرهم. علامات تميزهم عن سواهم. وبالفعل إذا تجي إلى الأمور الأربعة الأخرى اللي تكلمت عنها الرواية شوفها علامات، سمات للمؤمنين. الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في بسملة الحمد والسورة في الصلوات الإخفاتية الظهر والعصر، اتخذتم باليمين صلاة 51 مجموع عدد ركعات الصلوات المستحبة لليوم والليلة،
تعفير الجبين الأيمن والأيسر في سجدة الشكر بعد الانتهاء منها على التربة المشرفة. هذه كلها علامات للمؤمن. فما يصير أربعة أمور هي علامات مختصة للمؤمنين، والأمر الخامس الزيارة أمر مشترك بينهم وبين سواهم، ما يصير. والزيارة أمر مشترك، لأن حتى الكفار يزورون بعضهم. ملتفت إلى هذا المعنى، حتى الكفار يزورون بعضهم، فالتزاور ليس أمرا خاصا، وبالتالي يكون سمة لو ما يكون سمة، ما يكون سمة، لا يكون علامة خاصة للمؤمنين. هذا إيراد رابع. الإيراد الخامس على تفسير الرواية بهذا التفسير هو أن هذا المصطلح، مصطلح زيارة الأربعين، مو أول واحد من الأئمة جاء به، هو الإمام العسكري عليه السلام. مصطلح زيارة الأربعين طرح في أزمان الأئمة السابقين. هذا اليوم أنت تزور الإمام سيد الشهداء بزيارة صدرت عن أي إمام؟ عن الإمام الصادق. رواية صفوان الجمال تضمنت هذه الرواية عن الإمام الصادق، تضمنت هذا المصطلح زيارة الأربعين أو يوم الأربعين، تضمنت. فهذا المصطلح جاء به الأئمة الذين سبقوا إمامنا العسكري، وكانوا يقصدون بذلك زيارة الحسين في هذا اليوم. تنبه إلى هذه النقطة. فلو أن الإمام العسكري أراد به معنى غير المعنى الذي كان يقصده الأئمة الأطهار، لبين بأني أقصد بهذا المصطلح معنى غير الذي قصده آبائي. وحيث أنه لم يبين، فإن الأصل يبقى أن الإمام يقصد نفس المعنى الذي قصده آباؤه عليهم الصلاة والسلام. هذا إيراد خامس. لو تنزلنا، خلنا نتنزل، نفترض فرض، لو تنزلنا وقلنا بأنه لا يوجد دليل خاص أصلاً على استحباب زيارة الحسين في هذا اليوم فرضا، فهناك الروايات العامة التي هي بالمئات، بعضها صحاح، بعضها حسان، بعضها في درجة الاستفاضة، بعضها في درجة التواتر، يعني وردت بأكثر من سند عدة مرات، نفس النص بالمئات. هذه الروايات تتحدث عن أنه يستحب زيارة الحسين في أي يوم من أيام السنة، واحد من أيام السنة، أي يوم؟ هذا اليوم. تسائل تقول المشي لزيارة الحسين، هذا بعد فيه روايات لو ما فيه روايات؟ جوابا على هذا أقول كذلك، إن لم تكن بالمئات فهي بالعشرات. روح اقرأ كتاب نور العين في المشي إلى زيارة الحسين لعالم من علمائنا، يذكر لك روايات إن لم تكن بالمئات فهي بالعشرات، تتحدث عن استحباب السير على الأقدام لزيارة الحسين في كل أيام السنة، واحد من أيام السنة هذا اليوم، واحد من أيام السنة هذا اليوم. حتى أقوي الدليل عندك أكثر، خل نفرض أنه لا يوجد ولا رواية لا عامة ولا خاصة تتحدث عن زيارة الحسين فرضا، نفرض، فإن زيارة الحسين تثبت بملاكات وعناوين أخرى، مثل عنوان ماذا؟ مثل عنوان من سن سنة. عندنا روايات تبين بأن الإنسان
إذا جاء بسنة حسنة، هذه السنة الحسنة حتى لو ما كانت عليها روايات، متوجه، حتى لو ما كانت عليها روايات أصلا، طالما هي سنة حسنة فيها صلاح الإنسان، فيها صلاح الدين، فيها تشييد لمعالم الدين، فإنها تكون راجحة بهذا الملاك، بهذا العنوان. باجيب إليك شاهد، جيب إليك مثال عرفي، حملات التبرع بالدم التي تقام في أيام عاشوراء وليالي عاشوراء، حملات التبرع بالدم ما فيها رواية خاصة، لكنها راجحة بالعناوين العامة، واحد من العناوين العامة عنوان من سن سنة. صلوا على محمد. من كل ما تقدم تعلم أن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم من المستحبات التي ندب إليها الشارع المقدس، وإلا أنت بالك هذه الملايين اللي تزحف من أيام من أيام من أيام، هذه طالعة من أجل ماذا؟ مو من أجل أن الأئمة الأطهار، جبت إليك رواية الصادق ورواية العسكري، هذه طالعة مو من أجل أن الأئمة الأطهار قد ندبوا لذلك، مو طالعة من أجل أن علماءنا من زمان المتقدمين وحتى زماننا قد حثوا وندبوا إلى ذلك. شوفهم من أيام، من بداية شهر صفر، بعضهم من أيام محرم اللي ساكن في منطقة بعيدة، ما همهم سقوط المطر، هذه الأيام الأحوال الجوية المتقلبة هناك، ما همتهم حرارة الشمس، ما همتهم مختلف العوائق، زحفا منذ أيام إلى كربلاء المقدسة ليلة والليلة الماضية وهذا اليوم، كل واحد بقلبه يمسك الشباك بإيده ويصيح حسين فداء لمثواك من مضجعي. هذه أبيات الجواهري، يقول الروح إليك فدوى أبا عبد الله مثل الأنصار الاثنين وسبعين، فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي بأعبق من نفحات الجنان طيبا ومن مسكها أضوعي. يوصل إلى قوله، شممت ثراك فهب النسيم أبو علي، مثل ما جابر اليوم اشتم تراب قبرك أبا عبد الله ووقع مغشيا عليه، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي. من يوم شهادة الإمام الرضا أنا قلت إليك أنت موجود بجسمك، هنا موجود بجسمك، لكن قلبك وجدانك وأحاسيسك ويا الزوار، مشاعرك ويا الزوار، ويا الذين يسيرون، وبالخصوص اللي توفق السنوات الماضية يروح إلى كربلاء والسنة ما توفق، تشوف مثل هذا الشخص حسرة حسرة بقلبه، بالأخص إذا يشوفهم على الشاشات، بالأخص إذا يرسلون سلام إليه، موجود هنا بدنك، لكن شعورك هذا اليوم ويا الزوار، تريد تستقبل زينب اللي ما حصلت واحد يستقبلها. زينب اليوم وصلت، لكن اللي متعودة بس ترجع من السفر يقوم يستقبلها العباس، اليوم ما قام استقبلها،
ما قام استقبلها، لأن لا يمين لا شمال. قبره صار على شاطئ العلقمي. من عادة المسافر إذا رجع من السفر، كل آلام السفر وكل أتعاب السفر ومعاناة السفر كلها تزول إذا شاف الأهل إجوا يستقبلونه، مو هالشكل. لكن باسايلك اليوم، يوم زينب وصلت أحد من أهلها قام استقبلها. مرحومة العبرة، مرحومة الصرخة، أحد قام قال ليها هلا بيك زينب وبرجعتش من السفر. رجعت ما شافت أحد من أهلها قام يستقبلها، انكسر قلبها. كأني بها تنادي حسين، يلا خلي النعي. ترى هذا يوم تعزية، يوم بكاء، يوم ندبة. هذا يوم تجددت فيه على آل النبي مصيبة يوم عاشوراء. عيوني تنظر الزوار لرض لطفوف مشاية، إيه مأجور إلى روضات أبو الأحرار وروضة شايل واتحسر وهل دمعي ونادي يا أبو الأكبر. جسمي ليت مو جسمك بيوم العاشر توذر، وصدري ليت مو صدرك بدوس الحافر تكسر. صيروا عظام صدره رميما. الله أكبر. يلي كل عضو منا أصبح للمجد آية. يلا الحين عليك، عيوني تنظر الزوار لرض لطفوف مشاية وبهذا الطور. يلا كلنا ويا بعض. عيوني تنظر الزوار لرض لطفوف مشاية إلى روضة أبو الأحرار وروضة شايل وويلا إذا في عاشر الأحزان بقيت بعيلتك حاير. أبو علي الأفواج أصبحت تزحف زاير في إثر زاير تنادي يا أبو السجاد نظل وياك للآخر. وعن زينب وضيعتها عدها يال والشكاية. يلا عليك. عيوني تنظر الزوار لرض لطفوف مشاية إلى روضات أبو الأحرار وروضة شا بعد عيدة إلى روضات أبو الأحرار وروضة شا ألها المناد وأحسن. هذه مشاعرك وهذه أحاسيسك تجاه حبيب قلبك الحسين. اليوم بعد واحد من صحابة رسول الله بيعبر عن أحاسيسه، يقول عطية العوفي
خرجنا مع جابر بن عبد الله الأنصاري ناحية شاطئ الفرات قاصدين زيارة أبي عبد الله. فلما وصلنا إلى شاطئ الفرات نزل جابر واغتسل ثم ارتدى برداء وأتزر بإزار نثر على بدنه شيئا من السعد يعني العطر لأن رايح جنة إلى جنة من جنان الله في الأرض رايح إلى الحسين. صار يمشي ناحية القبور فلما وصلنا يقول التفت إلى جابر قلت جابر القبور كثيرة وأنا ما أعرف أي قبر من هذه القبور هو قبر الحسين. قال يا عطية قبر الحسين أنا أعرفه قبر الحسين إلى رائحة مثل ريحة رسول الله وسنين أنا أصحب رسول الله وأعرف طيب رائحة رسول الله ورائحة تراب الحسين مثلها. صرنا نمشي ناحية القبور وصلنا إلى قبر أول قبض جابر قبضة من تراب شمها رمى بها قال هذا ليس قبر حبيبي الحسين. توجهنا ناحية قبر آخر قبض جابر قبضة شمها رمى بها قال هذا ليس قبر حبيبي الحسين. هكذا من قبر إلى قبر يقول إلى أن وصلنا إلى قبر تربته حمراء. تدري ليش التربة حمراء؟ لأن هذه الدماء التي انبعثت من صدره هذا أثر الدماء التي انبعثت من نحره. وصل جابر إلى ذلك القبر قبض قبضة يلا وصل قبض قبضة من تراب القبر شمها نادى ثلاثا وانت ويا جابر حبيبي حسين حبيبي حسين حبيبي حسين يلا الحين انت حبيبي ايه حبيبي حسين حبيبي حسين حبيب لا يجيب حبيبه شلون يجاوبك يا جابر والراس مقطوع شلون يجاوبك يا جابر والصدر محطوم. صح ونادي واحسن حبيب لا يجيب حبيبه وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجي. ولهذا يوم 13 تحير السجاد شلون يشيل الجنازة تحير وقد شخبت أوداجك على أثباجي وفرق بين رأسك وبدنك ألا وإن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شاكة في قضائك. صار يتقلب على ضريح الحسين يتقلب ويتذكر ذيك الأيام شلون الحسين كان صغير ورسول الله يشيل الحسين يخليه على صدره وبعد شوية راح تجيه الأخبار من السجاد ترى هذا الصدر داسوه بالخيل هذا الصدر اللي جابر شاف رسول الله يقبله داسوه بالخيل النحر اللي جابر شاف رسول الله يقبله قطعوه
الشفتين اللتين قبلهما النبي نكتتهما الخيزران. أله المناد وأحسن. ثم أدار بوجهه ناحية قبور الشهداء، نادى: السلام عليك أيتها الأرواح التي حلت بفناء أبي عبد الله. هذا ضيف، هذا ضيف وصل إلى كربلة، بعد جايين ضيوف، تعرفهم لو لا؟ جايين ضيوف بيسوون ماتم، بيسوون ماتم، لأن يوم 11 طلعوهم بسرعة، ما خلوهم يسوون ماتم، ما خلوهم يبكون على جثة الحسين وأجساد الشهداء. جايين ضيوف غير جابر. بينما جابر مع عطية على قبر الحسين، وإذا غبر ثائر من ناحية الشام، إجا زينب، إجا السجاد. التفت جابر إلى عطية قال: لقم واستطلع نبأ هذه الغبرة، فإن كان من جند عبيد الله فعد لعلنا نلتجئ إلى ملجأ، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب عطية ما أسرع أن عاد يحث التراب على رأسه مناديا: يا جابر قم واستقبل حرم الله ورسوله. أله المناد ومصيبته. فهذا زين العابدين قد عاد بعماته وأخواته إلى كربلاء. قام جابر، راح إلى زين العابدين، انكب يقبل قدميه ويديه، التفت قال له: مولاي ايش صار عليكم بهذه الآه؟ وصلتنا أخبار باللي صار يوم عاشوراء، لكن أريد التفصيل منك مولاي. التفت إمامنا السجاد إلى جابر، قال: يا جابر ها هنا حرقت خيامنا، يا جابر ها هنا ذبحت رجالنا، يا جابر ها هنا صرعت أطفالنا، ها هنا يا جابر تلوت السياط على عماتي وأحسن، ها هنا يا جابر وقع عمي العباس، هنا وقع الأكبر، هنا وقع حبيب، هنا وقع القاسم. بعد قال له كلمة، هذه الكلمة تريد منك صرخة، قال له: يا جابر ها هنا شاهدت عيني الشمر صاعدا على صدر الحسين. أله المنادين وأحسن. انهض يا جابر وصل السجاد مكسور، جسمه نحيل ومدمعه بالخد منثور، بالعجل قوم استقبلوا شيخ العشير، ويا اليتامى جاي بالذل والكسيرة من بيت أبو طالب، ترى ما ظل غير، قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعود. بأي حالة يا أبا يوسف؟ وصف حالة جابر. تجري دموعه فوق خدينا وينادي: وينك يا شبل حسين يا مهجة الهادي؟
ما ظنتي بقوا عليكم هالأعاد. إيه مولاي خبرني إيش جرى بيام عاشر زفار أبو محمد وصاحب دمع هما. اسكت يا جابر لا تسايل عن هلا كم شاب ظل مغسل بدمه ولا انشا. وعبد الله الرضيع مولاي قال والطفل يا جابر نظرت بسهم منحو صيح واحسين. هذا كلام السجاد ويا جابر. بعد زينب اليوم هم ايضا عندها كلام على لسان حالها، شافت القبور من بعيد من بعيد من بعيد، نظرت راية خضراء خلاها السجاد يوم 13 يوم اجى يدفن الامام الحسين ركزها في تراب قبره، شافتها من بعيد زينب، التفتت الى السجاد قالت ابو محمد هذه اي ارض؟ قال عمه ما تشوفين الراية الخضراء من بعيد؟ ما تشوفين العلم الاخضر؟ قالت يعني وصلنا كربلاء ابو محمد؟ قال بلى عمتي هذه ارض الاحباء، هذه ارض الاهل. رفعت زينب نداءها بلسان الحال تقول قبر الشهيد ابن امي. ابياتك ابياتك قبر عسى يا الوالي ما تنقطع زوال، طوبى إليك من تربى يا الساطعة بنواري يوم القيامة الجاء. يا الله مكتوب هيل وابدا فلا يتحاسب من يندفن بارض المدينة راضى وبغداد فيها ولا بلد نزلوها إلا أفيه. يلا عليك عليك وانتي عليهم في بالجثة إكرامي لا اللي تعفرت في تربتك خد. قامت من على قبر الحسين بعد ما ناحت على القبر توجهت ناحية المشرعة منادية أخي عباس ألست أنت الذي أخرجني من وطن جدي يوم أن أردنا الخروج؟ أبو فاضل شوف أثر لسيار يا صاحب الغيرة يلي ما ترضى على أختك. أبو فاضل قوم شوف أثر لسيار. أبو فاضل جايب وياي تحفة سفر، لأن عادة المسافر إذا يسافر يجيب وياه تحفة. شنهي هذه التحفة يا زينب؟ قالت وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلون. الأبيات الأخيرة وأسألك الدعاء. شوف زينب شنه جايبة وياها من السفر؟ وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلون
وهاي الروس جبناها ومنك نطلب العود. يلا وراس حسين سمحوا لي تراه مكسرة وأحسن وبرا بطشت الذهب كسرها يزيد وشافت عيوني.